عسكري مساء حشري بكم ومرحبا بكم. أنا محمد حديد معكم رئيس تحرير بلد الأمان. مرحبا بكل المتفرجين ومرحبا بالضيوف اللي معنا. مرحبا بحبيب العايد. عسلامة حبيبي، شنو أحوالك؟ عسلامة، صح؟ شربتكم؟ شو حالكم؟ كله بس إن شاء الله. فضلك كريم مثلوثي. عسلامة، مرحبا، صح؟ شربتكم؟ وعرفت من اكسبلو غاليس أهلا حشري. وسهلا، صح؟ شربتكم؟ نذكر اللي عرفت قريب حبيب العايد من انت جيوغراف واستاذ وباحث جامعي ومخرج لافلام وثائقيه، وزاد نشط شويه في لوزاي لوبسيرفاتوار دو لا سوفرينتي اليمونتير اللي هي جمعيه تونسيه تعمل مسائل السياده الغذائيه الفلاحيه والغذائيه. ان شاء الله مش غلط، كان نقطه لوزاي. سمح لي السياده الغذائيه والبيئه، مرصد السياده الغذائيه والبيئه. ريما ثلوثي من قبل كل شيء صديقة وزميلة صحفية ورئيسة جمعية تونسية للزراعة المستدامة. أسوسيسيون تونيزيان دو بيرماكولتور. وعرفات مزرو، صلح لي عرفات كان غلطت لقبك، من اكسلو غادي مرض سمح. اوكي، مرحبا بكم الكل ومرحبا بالمتفرجين. الدبار هذا اللي اليوم باش نعملوه هو باش يجي جاي في اخر الجمعه الاولى نتاع مهرجان صحه شريف. مهرجان هذايا تنظمه المؤسسه الالمانيه جوت انستيتيوت. فرجتوا فيه وكان عندكم امكانيه باش تتفرجوا فيه ومتابعين على ثلاثه افلام. الفيلم الاولاني هو اخرجه حبيب العايد اللي هو حبوب الكرامه، كوسكوس لي غرين دو لا دينيتي. الفيلم الثاني كان حب بري ولا وايت ريليتيفز، والفيلم الثالث كان يوم واحد ما بيفور اي فورجيت، قبل ان ننسى، للمخرجه مريم ميكي واو. لكن مش غلط في اللقب، مره اخرى في لقبات مانيش فاهم. خلينا قبل كل شيء نحدد شنو هو الموضوع تاعنا. صحيح موجود انتيت، ولكن السيادة الغذائية وتغير المناخ هذا باش يكون موضوع. وذوك احنا في فيستيفال نتاع سينما حقيقة مدبية نعمل معاكم انتم دو تابل قبل ونشوف شنية في الأفلام اللي تعداو الجمعة هذه أو في الأفلام اللي فرجتوا فيها أو صورتوها. أنا هي اللقطة اللي لفتت انتباهكم بالعلاقة بالموضوع نتاعنا. كانت نجموا تحكيوا هنا، نسمع أصواتكم كل واحد في دقيقة. تفضل ريم. Alors, Nabda, c'est un film américain, Seeds and Tall Story, Az-Zari'a. كان باش يتعاد في مهرجان آخر قبل الكوفيد ووقفوا على المهرجان، وعديناه احنا ديجا مرتين ولا ثلاثة في تونس. يحكي على الزريعة في العالم وكيفاش الزريعة البذور أسيلة ما عادش موجودة، وكيفاش هي يحكي وسورتو على كيفاش الفلاح قاعد يحافظ عليها. وفما اون سين اللي فريمون معناتها قعدت في مخي ونشوف برشا الوان، وفيلم كله الوان خاطر الزريعة هي كلها الوان زادة. في ستان انديان اون امريك، ان انديان امريك اللي يحافظ على لو مايس، كيفاش المايس كل زريعة البذرة اللي هو سي بو ان انسيتر، سا ريبريزونت ان دو سيز انسيتر، كيفاش يحافظ على شاك غرين دو مايس. تري سينيفيكاتيف بور موا، سي ان غران سيمبول، معناتها شاك غرين كونت. اي شكرا، وان شاء الله نشوفوها على قريب هذايا من بعد الوضع الاستثنائي، ان شاء الله اللي يقعد استثنائي نشوفوا فيه. حبيب، شنو هو اللقطه اللي قعدت لك في بالك من ممكن من الافلام اللي صورتهم ولا اللي تفرجت عليهم؟ خليني بعد ما تعدى الفيلم في الاطار دي بروجيكسيون، صح شبتكم، بعد ما تعدى الفيلم كلمني واحد فلاح موجود في الفيلم، واحد من الجماعه اللي خارجين في الفيلم، كلمني. عملت معاه سكايب خاطر ولده، بالصدفه ولده موجود غالي، دونك حلوا السكايب ونجمنا نشوفه بعضنا. يكلم فيا يبكي،
يبكي. علاش؟ على خاطر شاف روحه في الفيلم وتكلم بطريقته هو بكلماته هو، وقال لي أحسن أول مرة في حياتي حسيت بروحي شخص مهم ونخدم في خدمة مهمة للبلاد ويتفرجوا فيها الناس في البلاد. يبكي بالدمع. في بالي من الفيلم بتاع كسكسي حبوب الكرامة تعمل في 2017. أكثر مرة تأثرت بمشهد غير مباشر مش موجود في الفيلم، كان موجود عندي في سكايب، لي علاقة بالفيلم أكثر مرة كانت ليلتي. شكرا على مشاركتنا اللحظة هذه اللي هي ترمز برشا ريسبونس للدباء هذايا، ما ينجمش يخلي الموضوع هذايا ما ينجمش يخلي عبد انديفيرون. وانت عرفت شنو هي اللقطه اللي تحب تحكي لنا عليها وتشاركها معنا؟ انا باش نحكي على فيلم، لو كونسيبت اون سوا اللي تعرض له هو كيفاش حكى على الحكايه. فيلم اسمه دمعه، دونك نصور برشا عبد تعرف وتفرج فيه. سو كي انوفو ا مون سونس في دمعه سي كيفاش أعطاو نظرة بوزيتيف للشانجمون، يعني أن أوتر موند بوسيبل، إي إلي بوسيبل بالسيفيليزاسيون أكتوال، في الإيكونومي، في الإنرجي، في الألمنتير، دونك كل شيء. الأوربانيزم، الأوربانيزم، نجمو نحافظو على التطور نتاعنا، نجمو نحافظو على الإيفوليسيون نتاعنا، وفي فرد وقت نجمو نكونو بلو سوتنابل. دونك جو كرو كو سي دون سيت إسبري يعني. أنا باش نختم باش نحكي لكم على فيلم الثاني اللي تعدى اليوم، تعدى الجمعة هذه، اللي هو حبوب حب بري، ونشوفوا فيه ليش إن سوريات موجودين على حقل وقاعدين يعاودوا ينبتوا في القمح السوري، خلي ينجموا يحافظوا على البذور، على خاطر بنك الجينات متاع بنك البذور متاع سوريا الموجود في حلب تعرض للاثار نتاع الحرب الغادي، وثم لقطه بالذات في ان غرو بلان سايره على النواره كيفاش بالملقط ليش ام ليش ايه تاخذ في دونك في السماء في حد ذاتها في البولين وتحط فيه من الورده للورده، وقاعده بشويه بشويه تلقح افيك اتونسيون وكونسنتراسيون وتركيز كبير تلقح في النبته الاخرى. والحقيقه كي 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 تحدثت فيه الموضوع حتى مع قاربي قلت لهم الشيء اللي لفت انتباهي انه لا تنسيون والانتباه اللي كان موجود عند المراه هذه تجاه النبته، مستنسين نشوفوا انه المراه حبله انه يكون عندها انتباه كبير كي لونتور، ولكن حسيت انه الانتباه نتاع المراه هذه للنبته ما تنجمش تحلم به المراه هذيك، يعني النبته عندها اكثر اتنسيون للسيكل ريبرودكتيف نتاعها من المراه اللي قاعده تتلهى بها. ان شاء الله تتاح الفرصه لكل المتابعين نتاعنا اللي يشوفوا فينا توا على الصفحه، واللي باش نتيحوا لهم الفرصه باش يتفاعلوا معاكم في اخر اللقاء هذا، ان شاء الله تتاح الفرصه باش تعودوا تتفرجوا عليهم. وخلينا شكرا لكم الثلاثه اللي شاركتوا معنا السوفينير نتاعكم واللقطات الحساسه هذه، باش ندخل ديريكت في الموضوع نتاع الحوار نتاعنا، السياده الغذائيه والتغير المناخي. بخبر شفتوا عنا ثلاثه جمعات ولا اربع جمعات تقريبا في اول الفتره نتاع الكوفيد، الخبر هذايا هو التسارع لاشتراء كميات كبيره نتاع الحبوب نتاع القمح ونتاع الشعير من عند روسيا وأوكرانيا والكازاكستان اللي هم من أكبر المنتجين، وكان التسارع هذا موجود خصيصا من عند شوية تونس الجزائر وبالأخص مصر اللي شريت بكميات كيف ما عمرها ما هي مستنسة تشري. فكي جيت نثبت في الإحصائيات نلقى أنه مصر هي أول امبورتاتور أول مورد للحبوب، ولكن البوبولاسيون يعني المصرية تجي لـ 14 مونديال 14. فتسألت قلت إذا كان القمح هو بالحق إسانسيال، إذا كان الحبوب عموما هي بالحق أساسية باش الواحد ينجم يعيش، راهو من المفروض
أول بلدان العالم اللي فيها أكثر عبيد اللي هي الصين، راهو هو أكثر عبد قاعد يورد في المنتوج هذا، ولكن هذا مش الواقع. نعرف هذا بسط في الأمور برشا وطريقة كاريكاتورية، ولكن السؤال اللي نخرج به من هنا واللي نوجهه لكم، علاش تتلز بلاد كيف ما مصر أنها تكون عندها تبعية كبيرة في الرجيم الاليمونتير نتاعها، الحاجة ما هيش تنتج فيها محليا؟ شكون يحب يبدأ؟ نجم ندخل؟ اي المجال مفتوح راهو، بالعكس التفاعل مع بعضكم ومع بعضنا شبنس احسن ما يمكن في السهره الرمضانيه. تفضل. مصر، انا كنت عايش في مصر لسنوات طويله، هذاك علاش طلبت الكلمه في الاول. 2007 و2008 ازمه الغذاء العالميه، انا كنت موجود في مصر. ما ننسوش اللي مصر صار فيها موتة 2007 و2008 على الخبز، ثم ناس شدين الصف، طابور كما يقولوا في مصر، شدين الصف وناس ماتت بأرقام رسمية، مش تكلم على أرقام معارضة ولا ديريمار، معناها إشاعات، ماتت. مصر تستورد في 14 مليون طن قمح في العام. اللي صار في 2007 و 2008 الأزمة الغذاء أنه مصر ما فقدش سوفيزامونتو باش تخزن الكمية الكافية. دونك وقت اللي صارت الحكاية هذه، الناس كل عارفة اللي احنا غير أزمة الكوفيد وغير أزمة المناخ ثم أزمة حالية موجودة في تونس وفي العالم الكل، بالذات عالم الجنوب، دول الجنوب، أنه إحنا داخلين في الشهور الأولى من أزمة غذائية عالمية. أسعار القمح ديجا زادت 75% عالميا، الأسعار بتاع المايس الثانية والشعير وكذا زادت بأكثر من 50%. الأسعار العالمية هذه تونس ما تقدرش عليها، مستحيل تقدر عليها. تونس تستورد في نص احتياجاتها من الحبوب. عندنا 60 يوم سيكوريتي اليمونتير من الحبوب، 60 يوم عندنا استراتيجيكمون، عندنا حتى كان تسكر الحدود غدوه ينجموا يعني على اكثر ديفيز عمله صعبه نجموا نعملوا عليها 130 يوم حاليا من كميه الحبوب المتوفره في البلاد. الماكسيموم حتى هذيك مش مضمونه، مي على الاقل ديفيز ما عادش تعمل عليها برشا تورا، وكل واحد اللي عنده حاجه يخليها عنده. اي اما سامحني، معناها احنا في تونس اليوم نحكوا على الكوفيد وعلى الكونفينمون وقتاش نخرجوا كذا، بعد شهرين باش ناكلوا؟ هذا السؤال الكبير تطرح تو في اطار ازمه خانقه، ازمه الكوفيد، لكن السؤال في الحقيقه مطروح من عنده 50 عام. احنا منين قاعدين ناكلوا؟ شنو شروط الاكل اللي ناكلوا فيه؟ موضوع السياده الغذائيه موضوع اليوم مطروح بشكل فيتال. معناها احنا في اوت يا ناس، في اوت رانا مازلنا التو، والحكومه انا ما عندهاش امكانيه تجاوب على السؤال اليوم هذا التو، كيفاش باش توكل الناس في شهر اوت الجاي؟ منين باش تجيب القمح؟ منين باش تجيب الشعير؟ ان شاء الله تكون الصابه باهيه. حظنا سمح ان جات الازمه قبل الصابه شويه، ان شاء الله تكون الصابه باهيه. لكن كيفاش باش نشرب؟ ما عندناش فلوس وما عندناش سناء. الدول ما تحبش تبيع المنتوج نتاعها. بالضبط كيف ما تحدثنا يعني من الاول، انه حتى من روسيا والكازاخستان وروسيا هما يعني فرضوا بعض الحد من الكميات اللي يمكن تصديرها. اما اذا كان هنا نرجع للمساله نتاع الخيار نتاع البلد اللي هو قاعد يشري، خذيت مثال مصر على خاطر ممكن فيها كيف ما يقولوا لي سوبرلاتيف، فيها الكميات والاعداد الكبيره، ولكن اذا كان حتى نشوفوا مثال تونس، علاش رغم انه كانت عندنا سابقه قياسيه ديما نقعدوا في الخيار نتاع الحبوب؟ لهنا ممكن ريم تجربتك تنجم
في الحوارات اللي قمت بها مع الميدان في الجمعية التونسية للزراعة المستدامة، تنجم تكون عندك نظرة تفيدنا بها؟ Bon, comme a dit Habib, on n'est pas dépendant. On n'est pas indépendant. D'ailleurs, enfin, le dernier rapport de l'Institut de stratégie enfin, de sécurité alimentaire parle officiellement que la dépendance aux importations de céréales représente 60% du blé. 60%, même pas plus de la moitié. Ou en même temps qu'il chauffe un tigeur à l'automne dernier à le camar, il chauffe qu'il fait le camar tout un simlawa. Radmerkaush, comment justement le conserver? C'est toute une politique qui est derrière. C'est toute une stratégie à long terme. L'idée est d'attendre des années. L'itawa, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle stratégie. Et la ministre a d'un chauffe une stratégie durable et ligée à tawa politiquement malta. Donc, il y a des solutions. Les solutions, moi, aujourd'hui, à petite échelle. Je trouve les solutions, on propose des solutions nationales, c'est à très long terme. Quand on parle, le droit aussi de manger quelque chose de correct, de sain, de donner les droits aux agriculteurs et de donner aux consommateurs quelque chose de correct et de sain. Les problématiques, comme le changement climatique, comme le stress hydrique, comme donc les solutions, on a à petite échelle à reproduire à grande échelle. On fait des tests. En même temps, et en même temps, c'est symptomatique de quelque chose, c'est que qui fait une ouzarat, كيفاش شححنا اون كونفونسيون باش احنا نكونوا كجمعيه نكونوا دي فولغاريزاتور اي دي فورماتور على ال كومون معناتها كيفاش يخدموا كيفاش يعملوا اون اوتر اغريكولتور اون اغريكولتور نون كونفونسيونيل دونك معناتها يا كوميم اون ايدي دو شونج ثم الامكانيات متاحه ثم الامكانيات انا ماهوش عارفين كيفاش دونك الحمد لله فما جمعيات سوسيتي سيفيل موجوده وفما دي انجينيور برك عليهم يعرفوا زاده مي سي فري كو سي لو ريزولتا دون بوليتيك كي تري انسيان اللي تما مازلنا ما عندناش استراتيجي واضحه لهنا ممكن النقطه في بلاصه الحبوب زاده ثم معرفش ان العدس ثم العديد من الـ الاشياء اللي تنجم تكون عندها نفس الافانتاج يعني بتاع تقدم نفس الكميه الحراريه والجوده الغذائيه ولكن قعدنا في الحبوب لهنا عرفت ان نحب نسالك نوجه لك نفس السؤال ونزيد وزاده بارانتيز صغيره في السفره والمغامره اللي قمت بها من تونس لبكين ممكن ثم تجربه من التجارب الزراعيه اللي قعدت لك في بالك في هالسفرة طويلة اللي تنجم بتتخ تجاوب بطريقة أو بأخرى على سؤال هذا؟ نبدأ بالسؤال الأخيراني خاطر نجم نعمل بيه انتروكسيون فات خاطيك كل سيختمو ثم برشا في كل بلاد في كل بلاصة اللي نجم نذكرها حاجة تمني أنا وقيتها في كل سي دو كونسومي لوكال دونك نلقى روحي في بلاصة أنك الحاجة اللي موجودة غادي Et ça, c'est une façon de penser déjà. Il y a toute une politique d'action au niveau local, régional, communautaire, national. Consommer localement, c'est-à-dire avoir une certaine diversité à l'échelle de l'aide ou de la communauté. Il y a une certaine autonomie. Je crois que توا يقول لي لحظة assez féconde يعني شوية une transition compliquée mais avec une féconde où tout dépend de la rapidité de ta réflexion ou l'action au niveau politique au niveau économique زادا خاطر اللي عنده توا في الظرف هذا ينجم معاش يقول لي مد في الحاجات الكل في الطاقة في الحبوب في كل شيء دونك صحيح انت ريفليكسيون تاعك ان تيرم دو فالور القمح نجم تلقاه في حاجات اخرين دونك كوني سنورمينا اون ريفليكسيون سي لابيتود نتاع الماكله دونك لابيتود اللي عندنا نحن باش ناكلوا الخبز هذاك
هنا بقمح الركو ما كانتش قبل ما كانتش كنت دخلت بطريقه او باخرى دونك تاو موجوده سو كيفي اذا يفو اجير سي رابيدمون ديجا دو فوار انه سو سري انتريسون دو كومونسي ا فير هكا لعبات تخمم شويه بارابور لابيتود اليمونتير نتاعهم ما الدولة زيادة أفت ماهيش كان عادة نتاع المواطنين إذا كانت الدولة هي قاعدة تعطي الدعم للحبوب هذية فبصورة ستوتا سيستم كي ساليمونت يعني, عادت... يعني السيستم يساليمونت واحد واحد ورقارديها اللحكي هذي يلفو سانترسي وسمونس لوكال يعني في تونس نحن علاش نجيبه من برا ومن بعد نقعد ونلوكيوش نعود نجيبه العمل البعد دونك لسمونس بتاعنا اللي نجمو نجيبه بيوم على قليلة في الحاجات في 60% ولا 70% نجمو نصرفو فيه نجمو نصرفو سا سي نوداس سي ان كوراج بوليتيك يفو فوار توا يعني اوني بلو دون لي ميم ريغل كو قبل توا الامور قاعده تتبدل ويظل كل واحد سي كوم سي لو كونتور رجع للصفر كل واحد رجع للحاجات البازيك الشعب نتاعو اللي هي سونتي الماكله سيكوريتي Et je crois que tous savoir à bichter si c'est le TGR, mais certainement les pouvoirs le plus d'ambition de l'argent pour essayer qu'il bat ça ou rentrer dans un certain anarchie, même bas de géobarche pour que les choses redeviennent naturelles. Donc voilà, c'est une question d'audace politique. ممكن للمتفرجين اللي قاعدين يتابعوا فينا واللي قاعدين يسألوا فينا ونشكرهم على الانتباه نتاعهم وعلى المتابعه نتاعهم ممكن يعرفوش اما المداخلين نتاعنا ثلاثه نتوما كل واحد منكم مغامر دون سيغتين مانيير انت عرفت كيف توا كي قلنا عملت المغامره الطويله من تونس لبكين ولا حتى في الضفه الغربيه نتاع امريكا بالبسكليت ريم من الصحافة للعالم الجمعياتي من مختلف بلدان الحبيب كيف من العالم البحث للرياليزاسيون دو دوكيومنتير باحث ومناضل يعني كنتوا ممكن تطرقوا المواضيع منهم موضوع السيادة الغذائية منهم المسائلة متاع سياسات كيف نكاية اللي صحيح مواضيع مطروحة وموجودة على الساحة منذ مدة ولكن ما هيش موضوع اللي سيدة ما همش موضوع مواضيع الساعة اليوم المواضيع اللي كانوا مواضيع متعنيش واليوم مواضيع الرأي العام كيفاش عشتوا الانتقال هذية من أنه كانوا جست في دائرات هكا صغيرة ومغلقة نتحدثوا على كيفاش نجم تكون عنا سيادة غذائية حقيقية وكيفاش نحطوها إلى اليوم بلدان كبار وحكومات ليبرالية تقول منين قاعدين احنا نشريو في الماكلة متاعنا ومنين قاعدين نشريو في الليزكسيبسيون متاع الدويات متاعنا كيفاش انتوما يعني كل واحد من المنطلق متاعه من بلاستو قاعد يشوف الشيء هذا فزيري كود ميديتاسيون كان نجم نرد انا ريم هرفي لما ميكم allez-y تفضل avec beaucoup de méditation على خاطر c'est comme si une certaine prophétie قاعده تصير يعني كما حاجات كانوا مقلوبين كما حاجات ماهمش مسبيين يعني il y a beaucoup de faux besoins il y a un regard assez il y a beaucoup de vices dans la façon de que les sociétés vivent يعني دونك اللي صار تو سي تغزر وتقول الفو او موا غاردي بي سور تير واتر دون لي سي فالور هذوما نتاع بون اليمونتاسيون نتاع سيكوريتي اليمونتير نتاع ريسبي نتاع انغراتيتود نتاع ناتور اللي لا في بارتي دو نو في بارتي ديل دونك كوم توس انصامبل مع بعضنا دون لا كونسيرفاسيون دو لونفيرونمون اي دو ريسبي يعني بكل بساطه Je peux j'ai levé la main très poliment. En fait, je ne suis pas optimiste. Je crois que c'est un effet de mode. Dans les années, on va dire,
les années Babakou, lequel il parle que peace and love, la nature, et le col, ça passait pour des hurluberlus, qu'il y a la nature est belle, il faut protéger la nature, et personne ne les écoutait, personne ne les prenait au sérieux. On parle même des communautés qui se sont créées dans le sud de l'Inde, une communauté qui s'est créée, qui a aussi des limites, sans argent, avec le respect de la nature, et on travaille la terre proprement, ou le falaha andoukdar. Je pense que des États qui sont en train de se poser la question, sincèrement, voilà, stratégiquement, voilà, politiquement, voilà, pour bien se faire voir ou pas, c'est que c'est des années de travail de leaders internationaux. Il y a eu Barak Okadesh, Mn Vandana Shiva, ou Mn Krishna Murti, ou Mn Marnata, ou Gandhi, ou il y a eu Yarki, ou Al. Si elle arrivait, il y a du nomade, chacun à sa manière. Donc, pour moi, je ne suis pas forcément optimiste à Khatr Lyon quand on voit que le mais, l'eau va devenir une marchandise, et déjà une marchandise. Wallah, je ne suis pas convaincue, et je suis une optimiste désespérée, mais je ne suis pas très optimiste sur Bab le Covid, l'arbet ça y est, l'mkhar t'halou, les consciences sont là, ou l'éco-conscience existe. Je ne suis pas convaincue. Mais Mba Haja Ohra, il y a des petites, dis-moi kif, Rao En Alkoul, Yedouahda Metsa Fakaj. Il y a toujours des petites initiatives mises bout à bout peuvent devenir des grandes initiatives. Il y a des municipalités dans le monde, au Canada, en France, en Allemagne, et il y a des où ça y est, des terrains disponibles, souveraineté au moins de ton quartier, au moins le minimum du minimum. Ça existe dans le monde et c'est possible. Et même à grande échelle, les discours politiques ou le tawanaki ou al-sied arrive et il y a politiquement les dernières élections, qui n'est pas la même chose. Donc, je ne suis pas complètement optimiste. On trouve ça y est, dernière petite balle. ويعني حبيب في كلمتين قبل ما نعطيك الكلمة من غذائي هي أنه دولة تكون عندها الإمكانية باش تشري شنو تستحق وسيادة الغذائية أنه دولة تكون عندها في أرضها اللي تحت سيادتها الشيء اللي هي تستحق له. تفضل حبيب. لا حبيت على خاطر السؤال بتاعك أنا كنت نجم نسكت ولا الرد لكن في بالي الناس زي ما تعرف زاد شنو مدخل حبيب العايب باش يحكي في الحكايه هذه انا ما عندي وضعيه اجتماعيه لاباس عليه الحمد لله قري في الجامعه ستاتي سوسيال مريقل ما عنديش حتى مشكله ما عنديش برنامج جو فيو باش نبدا تو مشروع اخر اوكي دونك شنو مدخل حبيب العايب باش يدخل الحكايه هذه انا كبرت على مساعده البرنامج العالمي للغذاء. أنا مولود في مدنين بحذا بن خداش اللي يعرف الخريطة بالداء في عائلة فقيرة في قرية فقيرة وكبرنا وعشنا على خاطر الظروف السياسية جيوبوليتيك والسياسية المعروفة وقتها خلى ثم برنامج غذاء عالمي ضد المجاعة كبرت أنا أول واحد في تونس ممكن مش أول واحد كشخص أول الناس اللي ممكن يكلوا العظام لزو عظام غبرة حكة كونسير تتحل وعندك لابودر تخلطها بشوية زيت وتحطها في زيت واللي واملات بالنسبة لي أنا صغير أنا ستي أن لوكس كما تولوا كان عطوني مش عارف شنو هم مش محتاج لزيكزام بعد المرحلة الأخرى كبرت في تضامن الاجتماعي الشباب تو vous avez de la chance معناها franchement les jeunes ils ont beaucoup de chance et je leur mérite je leur souhaite encore plus أما أنا كبرت في تضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي صراحة on mangeait de la merde ما ثمش كلمة أخرى ما نحبش نقولها بالعربي على خاطر ثم شوية حشمة اوكي مي لا خاص في رمضان يعني انا كبرت ناكل في الدود
عشت 14 عام من عمري في الانترنا، الانترنا بتاع الفقراء، اورزمو اللي كانوا موجودين الانترنا هذوك، خاطر انا لو كان مش من الانترنا ومش من برنامج الغذاء العالمي راني مانيش معاكم الليله. دونك وقت اللي عملت الاتينيرار نتاعي مالوريزمون ما عادش عندي 20 عام، فتهم برشا برشا برشا. دونك الاتينيرار ان سارتان مومون دخلت في حاجات يلزمنا التقنيه والتكنولوجيا وتقدم بروغري ودي برودوي شيميك وكل شيء. ومن بعد سافرت وقريت وقريت وفهمت حاجات، رجعت شنو هي الاشكاليه في تونس؟ شنو هي الاشكاليه في تونس؟ بن علي مشى مينيموم دو ليبرتي اون لا، نحاولوا كيفاش نرتبوا امورنا كما نجموا، معناها سافا ا بوبخي، ما مانيش فرحان مي على الاقل شوي. المواضيع نتاع لو ستاتيو دو لا فام، لو ستاتيو دو الاسلام في الدوله، لو ستاتيو دو ليتا بارابور تو سا، سي دي سوجي دونت اون ا بارلي او موان دوبوي 2011 او سو كي اون ميليتي اون ان بارلي بيان افون. اوكي، اما شنو الموضوع اللي بقى ما نتكلموش عليه؟ هي موضوع احنا اش ناكلوا، اش قاعدين ناكلوا. وقت اللي انا كبرت ناكل في الخرا، عارفين علاش؟ على خاطر كانت مجاعة، وثم برنامج الغذاء العالمي يوكل في ناس في العالم معروف لأسباب سياسية معينة كانت الماكلة هذيك تجي من أمريكا. وكان كنا في دولة أخرى كانت ممكن الماكلة تجي من الاتحاد السوفيتي، كيف كيف. توا شنو اللي خلينا توا احنا في ظرف مأساة بتاع كوفيد في 3 شهور تحولنا من دولة عندها أكثر من 8 شهور سيكوريتي أليمونتير إن تيرم دو فوليوم بوسيبل دالمونتاسيون حتى في هذه الكريز اللي في حكايه نتاع 60 يوم. واذا كان الموضوع يتواصل يولي ممكن 15 يوم. شنو اللي خلينا ندخلوا في الحكايه هذه؟ اللي خلانا ندخلوا في الحكايه هذه انه المنظومه الغذائيه كلها مبنيه على حاجه غلط، مبنيه على حكايه اسمها الامن الغذائي. الامن الغذائي ان ما دام عندي فلوس باش نشري الماكله عندي امن غذائي، نستورد ونسرق ونعمل حرب باش نمشي نجيبه عندي امن غذائي. اما السياده الغذائيه، اخر مثال سامحوني طويل طولت شوي. لا اخو تفضل تفضل احمد. جوست ان اكزومبل، الناس الكل اي حد تساله تقول له في السنغال ايش ياكلوا؟ شنو ماكلتهم في السنغال؟ اغلب الناس الا الناس اللي عارفه، اما اغلب الناس تقول لك السنغاليين الباز اليمونتير نتاعهم الروز. اوكي؟ سا سي لا ريبونس ا بوبخي اوتوماتيك، الناس الكل باش تقول لك هذا. تعرف وقتاش خلى الروز السنغال 77؟ اللي مولود بعد 77 سي ديجا فيو، اما انا مولود قبل 77 سي تيير. معناها كيفاش لو سيستيم اليمونتير مونديال، كيفاش لو سيستيم اليمونتير مونديال غدو ينجم يحكم عليا انا التونسي ما عادش ناكل القمح وما عادش ناكل الشعير؟ ديجا حكم عليا ما عادش ناكل الشعير، ثماش تونسي ياكل الشعير؟ قليل ياسر. اما غدو ينجم يقول ما عادش تاكل القمح كل الروز، كيفاش نجم نتصرف انا؟ مانيش باش نتجرأ نحاول نجاوب على سؤالك يا حبيب، ما ممكن باش نطرح ماهيش طرفه فته، هي نقطه تاريخيه تابعه للبروغرام الباك لا بوليتيك اغريكول كومون، السياسه الفلاحيه المشتركه أوروبي. كيفاش أوروبي. بالضبط في الاتحاد الاوروبي، وهي يعني بحق نقطه بالتفاعل مع اللي قلتوه ثلاثه بالاخص اللي قلته حبيب، كي دوما تعمل الاتحاد الاوروبي اللي ما كانش اسمه الاتحاد الاوروبي جاي يبحث في انه كيفاش ينجم يضمن بعد الحرب العالميه الثانيه شنو ينجم ياكل من الاخر. سيتي لا كونفرنس دو روم، سيتي لا باز دو لا كونستركسيون دو اوروب. بالضبط بالضبط بالضبط. ومن الأسئلة اللي طرحت به، احنا ما نجموش ننجو توا، ما عندناش امكانيات باش ننجو، منين نجمو نجيبوا الحبوب نتاعنا؟ اجابه تونس، مغرب، جزائر. احنا كنا نصدروا بعد الحرب العالميه الثانيه، كان فيها فتره تحت الاستعمار وفيها الفتره الاخرى ماهيش تحت الاستعمار، قعدنا نصدر في الحبوب، وصلحوني اذا كان غلط، حتى للسبعينات. من السبعينات تقلبت الموازنة، وليت بالنسبة للدول الثلاثة اللي ذكرتهم تونس، مغرب، الجزائر، أرخص أنك تشري الحبوب من عند أوروبا اللي هي تسمونسوني فيهم كأنك أنت تزرعهم في بلادك مع الإمكانيات ممكن اللي ماهيش مهيكلة الموجودة عندك. ف
لهنا المسألة الجوهرية اللي طرحت واللي بها ممكن تكون الاتحاد الأوروبي، وهي من أهم السياسات ومن أهم البوست بيجيتير متاع الاتحاد الأوروبي، البروغرام الباك البوليتيك أغريكول كومون. ففي اللمحة هي اللي كابت بيعة الاتفاقية تبادل المعمق نسيت اسمه لاليكا اللي عديت أشرة ونخدم عليه الحزين واتفاقية لاليكا المعروفة يعني نتذكرها من ما في الاتفاقية النقطة اللي تترح لهنا انه في غالب نذكر مع بعض من النيغوسياتور الأوروبيان كي يجيوا لتونس بعض الأسئلة نطرحها لهم كصحف ينقول لهم اللي انتم عملتوه لرواحكم بعد الحرب العالميه الثانيه احنا نحبوا نعملوه اليوم في تونس، اما هل يسمح الاتفاقيه هذه، هل تسمح ان نقوم بالشيء هذا؟ فالاجابه واضحه، واكثر شيء نجم يفاجئ انه ما جاتش لبالهم اللي احنا نجم نسالوا السؤال هذاك. ف لهنا بالنسبه لمساله التجاره الحره اللي بها النجم نكون عندنا الامن الغذائي واللي بها النجم ناخذ من اي بلاصه، ثم ممكن خلينا نقولوا حد صغير ولا ليميت صغيره ما بين انه نتحدثوا على سياده ونتحدثوا على بروتكسيونيزم. كي نشوفوا اليوم روسيا اكبر مصدر للحبوب قررت انها تسكر على حتى جزئيا على تصدير الحبوب، هل هذا يعتبر سياده غذائيه روسيه ولا يعتبر انغلاق؟ غدوه احنا في تونس اذا كنا نسكروا كيفاش شنو ينجم يصير؟ النجم الرد ما نحبش ناخذ نستحرض الكلمه انا بالنسبه لي انا السياده ما عندهاش علاقه بالحدود ولا تسكير الحدود ولا اي شوفينيات اطلاقا. ان الاتحاد روسيا تتصرف بطريقتها ما عنديش مشكله معها. انا ما نحبش حدود تونس تسكر، انا ما نحبش غدوة نتمنع باش ناكل اللي حاجتي بيه في تونس حتى كان باش تستورده. اما نحب ان التفاح كي نستورد التفاح من برا وعندي تفاح تونسي ان يكون التفاح التونسي ارخص من التفاح اللي جاي من برا مش العكس. انا ما نقبلش فكرة انه البنان يجي لتونس بسم 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 اي تفاح تونسي ولا اي برتقال تونسي. هذه الاشكالية، انا خليني انا نختار شنو نستورد وشنو نحب ناكل وشنو بنا السوم نحب ندفعه وحافظ لي عن المنتوج التونسي. السيادة ما عندهاش علاقة بالشوفينية، كلام غلط معناها سين مانيا دي فالوريزي لو كونسيبت. السيادة سي لو شوا، انا حر في 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 جسمي في داري في طريقتي كيفاش ناكل اش نشرب اش نقرا فين نسافر. نحب زاد نكون حر فاش ناكل واش نزرع سيتو. اللي انت قاعد تحدث عليه حبيب هو بطريقه غير مباشره ممكن لي سيركوي ديستريبيوشن، كيفاش حاجه تمشي تقطع عشرات الاف الكيلومترات تبدا ارخص من حاجه محليه. لهنا اذا كنا نقعدوا على سلم وعلى يعني نقعدوا كان في تونس ريم المزارعين والفلاحين اللي قاعدين يحاولوا ينتجوا بالبذور الأصيلة ما عندهمش نفس الولوج للأسواق للمحلات البيع للمواطنين والمستهلكين اللي هم احنا. فممكن المسألة جوهرية واللي تحدثت عليها شوية من بكري هي السيركويت ديستريبيوشن، كيفاش تتجلى وكيفاش تشوف هالحاجز هذية فيما يخص la permaculture ou fait تسويق tout ce qui a été produit dans le cadre de la permaculture. Alors, مشكل البيرماكولتور خاطر حاجه جديده في تونس، اما في الاجريكولتور بيولوجيك مثلا راه لازم تعرفوا اللي عنده توا فلاحه اجريكولتور بيولوجيك سيرتيفيه اللي هما لي سيرتيفيكا سو سون دي نورم اوروبيه سو سون دي نورم اوروبيه اللي كي سون تري شير pour un agriculteur. هذوك ما يلقاو حتى مشكله باش يبيعوا سبع نتاعها، راهو تتباع سور بي يخضروا ويتتباع سور بي مهما يكون البري نيغوسي على افونس والحمد لله ولي بيس عليه. المشكله عند الفلاح الصغير اللي هو يخدم بالزريعه نتاعو بالزريعه القديمه
فيهم وعليهم. فما اللي يعطيك اللي يبيع لك السلعة بنفس السوق حتى كان بلاش سانز انترون شيميك بلاش اسم ده يبيع لك نفس السوق للخضرة الأخرى اللي مشتلة ولا زرعة جاية من برا ويستعمل دي انترون شيميك. هذه هي لا با دو فالور اجوتي للبرودوي نتاع فلاح صغير. راهو 70% dans le monde de notre consommation vient de des petits exploitants. Donc حتى في تونس ce sont les petits exploitants اللي قاعدين يوكلوا فيهم. Donc les petits exploitants firent l'agriculture conventionnelle et l'installent les intrants ou firent l'agriculture non conventionnelle. Il essaye mais il s'obsh. Et le فلاح الكل اللي ماهمش certifié bio يصبوا لك لامونيتر ويعملوا لك شويه ديزيربون هذاك يقول لك ما نصب لكش الدواء اما هذاك لامونيتر درنا كلهم يصبوا لا لامونيتر اما لو بروبليم سي لا فالور اجوتي دو برودوي لا وفما لي انترميديير للقشره اي سي بلو فاسيل بور ان اغريكولتور صغير اللي يحط هو كرذونه قدام قدام السينيه نتاعو ويجي بالكاميون ويهز الكل ويبيع بالسوم اللي يحب عليه هو ويبدا يبيع ويشري في السلع. هذوكم احنا فما احنا مشروع جاي نورمالمون باش يبدا الوقت اللي اون دي كونفيني باش نبداو المشروع اللي هو كرياسيون معناتها كيما لي زاماب. وعملنا ان بوتيت سيسيون ويبينار الجمعه هذه مع زاماب. فقط للتوضيح لي زاماب هما النقاط بيع على مستوى محلي ما بين المستهلك فوالا المنتج للمستهلك على مستوى فوالا من المنتج المستهلك على مستوى محلي والاسم هذا موجود خصيصا في فرنسا تفس في الجزائر عملوه زيدا ونجح وفي المغرب من 2007 ومن 2009 عملوا هالريزو هذا اللي ما بين المنتج للمستهلك ولباس عليهم وماشيين ويخدموا بالفلاحة المستدامة. دونك نقولوا احنا في تونس علاش ليه نجموا نعملوها ومعناتها وفما البلديه مروج ديجا قاعده تعمل فيها المنتج المستهلك وبعد فما اللي يصب الدواء واللي ما يصبش الدواء هذاك سلو شوا دي كونسوماتور. اما كيما قال حبيب سي ان شوا معناتها ما نسكروش الحدود. المهم نحب ناكل حاجه انا في تونس نلقى ما ناكل ما نقعدش نلوج انا منين وها وسمعنا على لي ريزو سوسيو القمح جاي من اوكرين والكل بال بال هذاك اسم جي اوبليي فوالا ناموس بالراديو اكتيفيتي وبالواحد معناتها هذا الكل يفيك اوجوردي الشخص التونسي وقت اللي يمشي يقضي معاك عنده ثقه ما عادش عنده ثقه يبدا يخمم زعما هذاك فيه وصدقوني حتى ما عادش عنده ثقه حتى في لي ماغازان بيو راه يقول لك وين لا تراسابيليتي معناتها توا لا كونسيونس نتاع تونس موجوده راه ماذا بيهم يقول لك اي ناتورال وبيو اما يميلانج برشا ما يفهموش شنو هو ناتورال يفهموا شنو هو البيو شنو معناتها ما همش مازالوا لي تيرمينولوجي نو سو با تري كلير. اما الحاجه الباهيه اللي اليوم التونسي يحب وقت اللي يشري بنان بالحق يعرف البنان اللي جايه من تونس و اون ميم طون يشوف تفاحه تونسيه قداش ويشوف البنان قداش يا خويا حتى هو يستغرب راهو التونس راهو اليوم واقين راهو يعرف وي سونت انفورمي يتفرجوا على لي ريزو سوسيو يتفرجوا على لي دوكيومونتير على اليوتيوب راهو اليوم لي تونيزيان سونت انفورمي ما عادش نجمو نقولوا راهو التونس ما يعرفوش راهو لا مونديالايزاسيون دو لافورماسيون موجوده وتونس برك الله علينا في المونديالايزاسيون دو لافورماسيون اون ايت انفورمي دون طريق او دون اوتر المعلومه دخلت لهم دونك يبداو يخمو هما بشويه 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 في نفس السياق ريم هنا الحقيقه الكيوريزيتي نتاعي تخليني ديما نحب نسال عرفات كيفاش شاف ممكن لي سيركوي ديستريبيسيون في بلايص اخرين يعني كيفاش انه منين تنتج لوين تتاكل حاجه كيفاش تصير ممكن في البلايص اللي انت شفتهم عندك نقطه تحب اللي لفتت انتباهك تحب تشاركها معنا وبتبيعها المجال المحلول انك تتفاعل على النقاط اخرى premier degré tout est mondialisé donc la bête le col en de neuf l'apparence يعني les grandes surfaces les supermarchés les hypermarchés donc les circuits de distribution les kbar
ما قالت رين دونك تلقى برشا حاجات يعني جايين من برا، كيف قال حبيب يعني ارخص من اللوكال. مشكله يعني ما كي تدخل في لي بتيت هكا في القرى الصغار ديما تلقى سيركوي سوتونابل على خاطر بعيد على المومون هذا منهم فيهم جينيرالمون يعني سي لي غراند فيل هما اللي ils imposent en quelque sorte un système هذا soit بالكونسوماسيون تاعهم بالابيتود تاع الكونسوماسيون تاعهم كلنا ناخذوا بالنا دونك قلنا ندخل في العرض تاعنا وكان فيل دونك نلقاوه وصوموا ساعات رخيص نشريوه دونك لو فات اللي انت تشري دونك تو اليمونت لو بوزوان باش بوغ اليمونتي لو سيركوي دونك ديجا نحن عندنا دخل في السيستم هذا. Il y a aussi une certaine éthique, une éthique qu'elle soit à l'échelle internationale, les échanges, le libre-échange, quand c'est le prochain, c'est une flouze. Une flouze, mais je t'en ai des circuits, et je t'en ai des choses à faire pour la production locale, à faire des choses à faire pour la massive, pour la place ou à l'autre. Et on في كل مرحلة تلقى ربح، في كل مرحلة تلقى une partie de l'éthique bafouillée. يعني خدامة ما يخصوش بالباهي في بلايص دي جيتو السلعة تتبعث دي مونوكيتور كي راز دي تيران كاملين باش يصنعوا لك حاجة تطيح للسوم دونك جو كوا كو سي اون سيرتين ايتيك اون ايتيك كو لو مون دوا سو لامبوزي على لوي ميم يعني كان يحب على القليلة يلقى اون سيرتين سوتونابيليتي في لابري كوفيد ولا في المرحلة الترانزيشنال الجاية على خاطر ماهيش ساهلة ou c'est le consommateur en soi par sa propre éthique تبدا من المرحله الاولى نقولوا كونسوم لوكالمون مي فرد وقت على القليله يخمم الحاجه هذيك وراها قصه وراها حكايه انت منين جات وكيفاش جات وكيفاش تصورها تكون موجوده هوني تعدد الاف الكيلومترات وهي ارخص من حاجه موجوده هوني دونك هذوما دو ديمونسيون سوا كي سوا حاجه من فوق بكل على الانترناسيونال كي جير لي ايشانج اللي موجودين واللي هي تهبط نيسيسيرمون على النيفو ناسيونال الدوله على خاطر تونس الدوافر بارتي من با فريمون اتر روبير برشا ما عندهاش لابوسيبيليتي دونك والعباد اللي صاروا بيان لهم هما في الاخر سي او كي فون كونسومي سي او كي فون كري لو بيزوان في هذا لهنا ثم انتونسيون ما بين المستهلك اللي هو اللي حدد شنو هي النظام الغذائي نتاعو اللي هو شنو هو الريجيم الغذائي نتاعو من جهه ومن جهه حكيتو من الاول ثلاثة على مساله السياسات اللي ترسم من الدوله اذا كان باش نلعبوا لعبه الدجاجه والعظمه ما اذا كان الانيشيتيف عرفت جوستومون غادي نغادي الدجاجه والعظمه ولكن ولات سيركل فهمت سي لو سيستيم كي ساليمونت اون فوا انت داخل كما قال سيد الحبيب يعني الروز دخل السنغال دونك فا كري بعد هو بيتو لو مارشي باس اليمونتي يطلب مش باش يزاد هو اللي سامبوز كوم ايتون لا نورم دونك هوني الفو كري سوا ليدوكاسيون سوا لا سونسيبيليزاسيون سوا ان بوفوار بلو فيرتيكال من الفوق يعني من دوله سوا لا سوسيتي سيفيل سوا لي كوبيراتيف un cogitement social il y a ça il y a nous حاجات اللي بولو dans un sens اللي كي كون سي ليبر من السيركل هذا ونجم نتلفتوا على مين وعلى سنه طاروا احنا هنا تو عنا شهر ونص عايشين على 80% من الحاجات اللي كنا كونسومين فيها ما عادش نلقاوها ما عادش سوا يعني باكو بيان فهمت حبيب اذا كان طورت برشا قصه il n'y a pas de problème, la censure, ça, j'ai l'habitude. quand même, Habib, je vais te dire, donc, je ne vais pas te faire censure. Aïe. Non, mais je crois que, bien sûr, il y a des responsabilités individuelles. Dans le fait que nous sommes responsables. اش نشري واش ما نشريش سي اكستريمون امبورطون ندوش 10 مرات في النهار ولا ندوش مره في الجمعه سي دي كومبورتمون توتالمون ديفيرون دونك سي كيسيون دو شوا اي ديكيليبر انتر مي فري بيزوان اي ليكستراڤاغونس كي فيني بار ديتروير لا في لا او اكزيست دونك
Mais en même temps, سامحني معناها يا دوز اسبي معناها انا ما نجمش نطلب من مش عارف قداش في تونس تم من فقير ما سي اون برون لي شيفر ابيتيال اون دي اون غرو 40% سون كونسيديري دون لا ليميت دو لا بوفرتي سوا بوفر سوا بريسك بوفر سوا كاريمون بوفر براتيكمون 40% 40% كيفاش تحبهم يمشيو يشرو برغم انا جو سو داكور افيك ريم سي با جوست انو الفلاح الصغير كي ينتج بيو يبيع سلعته بنفس السوم تاع سلعه واحد يعمل في الكونفونسيونيل افيك لي برودوي شيميك باسكو مو جابيل دي برودوي شيميك مي سي با اوت شوز اما الرجل ولا المراه ولا الشاب الفقير اللي عايش على بورصه صغيره ولا على سالار صغير ولا ساعات على حاجه بتاع prise en charge sociale, quelle que soit la formule, يمشي يدخل المارشي يلقى الشيميك ب 500 ويلقى النظيف اللي يسموه البيو ب 700 كيفاش تحبوا يشري ب 700 ويخلي بتاع 500 دونك لا ريسبونسابيلتي على سليمي Et donc, il faut quand même politiser un peu le problème. Il y a la mondialisation de l'alimentation. La baguette blanche, on ne pourra pas la changer. Redouatoune, ce matin, je vais t'amener à l'chobz la bière. Soyons honnêtes. Nous, 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 nous. Redouatoune, ce matin, je vais t'amener à l'utiliser les antibiotiques. Et ce n'est pas une question de langage. C'est des choses sur lesquelles on a signé. On a un contrat de mariage. Avec des marchés internationaux. On ne peut pas ne pas produire tel et tel produit. Donc, cette mondialisation qui nous a mis dans cette crise du Covid, مستهلك عادي انا ما عنديش سلطه على نوعيه الماكل اللي نجم ناكلها ولا نجم نستوردها الحاجات مبرمجه على مستوى عالمي ثم حاجه اسمها راس مال زراعي ثم حاجه اسمها سبيكولاسيون ثم حاجه اسمها سوق عالميه غذائيه انا ما نجمش نخرج منها بسهوله ما نجمش غدوه صباح نقرر سك الحدود سنه باد سونس Ça n'a pas de sens. Au final, c'est le وقت. Je travaille sur tous les personnes en Tunis ou dans le monde, même en Amérique. Il y a des responsabilités personnelles. Mais il y a des limites. Je n'ai pas de limites. Je n'ai pas de limites. Le personnel, oui. Je ne sais pas si nous sommes dans les mêmes mesures et nous ne sommes pas dans le monde. Rime. Oui, je voulais dire, pour rebondir, بكتريا احنا عنا ديسكور سورتو سور لي غراند فيل ايما والله كيف جهات تلقاهم لا ديفيرسيتي موجوده تنوع موجود في السويني وياكلوا القرفيله وياكلوا القمح القديم ويقول لك من بدل هذا الكل من بدلوش كان دراشي شيكو عندك دراش فما من بدلش انا القرفيله نتاعي والبسيسه هاو كيفاش نعملها والكسكسي نتاعي العوله كيفاش نعمله معناتها في الجهات عندهم انكور لو شوا اللي احنا دون لي غراند فيل ما عندناش بوكو دو شوا راه نوتر بروبليم سي لي غراند فيل خاطر كي تمشي انا الانواع نتاع الغله اللي ناكلها وقت اللي نخرج من لي غراند فيل راهو شيء من عجب الكرموس الانواع كرموس اللي موجودين في تونس كو سو سوا الهندي ولا كرموس شيء من عجب تمشي من دار تلقى كرموسة الدار أخرى بعدها تلقى كرموسة أخرى معناتها التنوع موجود في الجهات وهما يلزو أنكور لشوا على خاطر حافين على هالشوا هذا بالحق حرب وما بين ما بين بعضهم خاطر مزيه ويحكيوا ما بين بعضهم اللي احنا دون لي فيل يا سو ليان سوسيال كي نكزيست بلو دونك دون لي كامباني مازلت عندك عمك وعم عمك وجارك هذاك اللي يكون منك عروشات هذوكم مازالوا يتبادلوا في الزريعه ويتبادلوا في المشله ويتبادلوا في الكرموس هذوكم وطون ميو يزون انكور لو شوا دونك تو ني با بيردو نقول اما سي فري كا ا غراندور معناتها ا اوتور دان ايتا دان بيي حكايه اخرى سور لي ميتروبول حكايه اخرى اما الحمد لله فما جهات وقت اللي نحب نفرهد نخرج في الجهات
وناكل حاجة بنينة وزيت زيتون ما ترقاش كنراش تعمل وكسكسي انكرويابل معناتها الحمد لله مازالت موجودة الحكاية هذه كي هي كونترين ان ديبرديسيون دون دوتر بيي في تونس مازلنا نحافظوا على التراديسيون تاعنا راه انت طرحت لهنا مسألة مهمة برشا اللي هي مسألة خلينا نقولوا انه نعيشوا في مدن ولا نعيشوا في مش في الريف ولكن نعيشوا بدنسيتي اقل كثافه سكانيه اقل برشا والى اي مدى المدن افيد في مصلحه شكون انه العباد تكون فوق بعضها في بلاصه صغيره زي الكل علاش للخدمه هل هذا السبب الاول للعمل ولا ممكن تسهل كيكا سيطرة على العباد على خاطر كي بدهم ممكن موزعين برشا على الريف صعيب انك تسيطر على المجال الجغرافي وممكن هذايا في في حبوب وفي حبوب الدوله والسيطره على الدوله وحبوب الراسماليه. مانيش باش ندخل في مونولوج كبير على التاريخ نتاع الراسماليه ما باش نعطيه الكلمه على خاطر قربنا نهايه الحوار نتاعنا اللي هو شيق ماهوش الاخراني باش تتوفر مناسبات اخرى. نتيح الكلمه بكل سرعه لل محمود عبد البار اللي سألنا الحقيقة من أول الدباء وإن شاء الله مازال معنا سؤال بالفرنسية باش نسأله لكم كيف ما هو متاح توا. دونك vu la crise économique qui s'annonce, tourisme au point mort, travailleurs de retour en Libye, le gouvernement ne devrait-il pas envisager une politique agricole sérieuse pour absorber le chômage et assurer la sécurité alimentaire du pays? Nortaloula, Nortafenia. Maintenant à Milan en Italie ou à Toulouse en France, ils sont en train de développer des circuits cyclables, les parkings low cost et de plusieurs kilomètres pour décongestionner les rues et les transports publics pour répondre à la problématique de la distanciation sociale. Est-ce que la Tunisie ne pourrait pas adopter cette piste comme solution possible? نقترح انه كل واحد يجاوب على سؤال او لو نجاوب عليه الكل. كل واحد يعطي اللي اذا كان عنده راي يحب يشاركه مرحبا به. عرفت اس كو ثما نقطه تحب تعلق عليها من زوز نقاط هذوما؟ والله اي ثما برشا حاجه في نجمه بيستي كلاب لعاد بور كيكان كي في 12000 كيلومتر في برشا حاجات نجم تعملوا جوست تقعد في قاعده هكا على الساعه ونص نحكي وثما 20 فكره انتريسون طرحت يعني اوني با كو ديدي يعني بعد كيفاش السياسي الكلاسيكي دخلها في الشيما نتاعو ويطبقها افيك ان ليدرشيب فيزيونير نتاع هو فاهم الحكايه كيفاش راهي الوضعيه هذه باش تبدل و سي توت ان سيستيم اللي يهز بعضو علاش ما يقسموش الكياسات على اثنين تو قدام الترافيك المشطر على اثنين بارتي يخليوها للعباد اللي فيها الواحد للسكتات وبارتي للكراب يعني سا سوجير في بلايص اخرين مي سا سي ان كليشي مي يا دوطرو سوليسيون كي سامبوز ان كيلكو سورت و سي ا نو دو فوار يعني سي ان اوكازيون دون ليستوار سوا تيمونسيب يعني تخرج وتعمل حاجات اللي تنجم نهار اخر توقف عليهم والا تو تاكروش دون ان سيستيم اللي هو انت ديجا في الاخر واللي هو باش يقعد يكركرك وقت اللي طايح السيستيم انت نشجع لك الدهك سي ان ديسكور الارميست وماهوش تري هكا انتريسون بوزيتيف اما هي لي طون داجير au niveau politique, au niveau local, au niveau individuel. Les gens, on a parlé de la moudon, 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 ça sert à quoi, on a parlé de la moudon. La salle, on a fait un peu de la moudon, la salle, est-ce que c'est ça la vie? C'est pas ça. On a parlé de c'est quoi la chose اللي انت تراهم انتريسون بهين الاكيليبر نتاعك فيزيك سيكولوجيك وحتى لحياتك دونك سي توجور اتي نعاود نرجع ديما الفكره انه الانديفيدو ان سوا هو سي ان بريز دو كونسيونس تخرج منها هو يعني في دي سيتواسيون كيف من هكا لو بوليتيك سي ان شيما اسي كومبليكي اسي كومبلكس ولازم فيه برشا حاجات يتحركوا من فوق ديزانتيري معقدين برشا باش نجمو نسامبوز مي بوتيتر ايتاج فوق لو بوليتيك اللي قاعدين نشوفوه مربوطين به مباشره في بلادنا يا لو بوليتيك انترناسيونال كرو كو لو سيستيم بور بوفوار سيرفيفر يل دوا امبوزي ان سيرتين ايتيك
و نيسيسيرمون باش تهبط بطريقه او باخرى على البوليتيك ناسيونال اي لانديفيدو في اخر لهنا ممكن بكل سرعه اذا كان ثم شكون يحب يتفاعل على فكره انه القطاع الفلاحي نجم يمتص بين ظفرين الشمال. ليس متضررين تفضل وزير il peut pas absorber le chômage, c'est une question de volonté. شكون واحد معناتها diplômé كيف كيف c'est le résultat راه le chômage c'est aussi le résultat d'un long processus. شكون اليوم diplômé تقول له برا يا خويا باش تولي تمشي تخدم في الفلاحه صعيب راه راهو الاراضي ملوحي ترقى الاراضي ملوحين وترقى البو اللي هو فلاح يقول ولدي ابدا ما نحبوش يخدم في الفلاحه على خاطر مش باش يخلط وصعيبه الفلاحه أو كتلقاه بطال ولا بني في سوسة ولا بطال في تونس ولا يخدم خدمة ما تعجبوش ولا يخدم في التيلي بيرفورمانس خاطر عنده ان تي بو دو ديبلوم ويعرف يحكي بالفرنسي اما راهو سي كلكو شوز دو تري ديفيسيل باش دابسوربي لو شوماج دافوار معناتها لوبجيكتيف دابسوربي لو شوماج ان ميتون تو لو موند ا لاغريكولتور اما انا الامن بالبلديات اليوم البلديات ولا ديسنتراليزاسيون Pour moi, avec Ahawara, il n'a jamais eu le halm halou. Donner le pouvoir aux municipalités, avec un objectif, كل بلدية تريقل أمورها كما هي حبت avec des objectifs à plus petite échelle. Voilà, et pourquoi pas? Voilà, et t'as وقتو. Pour les بلديات, هذا مش دب. فيهم وعليهم ما يسالش. إما فيهم وعليهم إما كلهم عندهم un objectif commun. اللي الشخص يبدأ هو الشيخ في البلدية نتاعو. الشيخ في في المنقب نتاعو. الشيخ في حومته. Donc c'est ça, là, où, c'est le bonheur. Qu'est-ce qu'on cherche tous? C'est d'être heureux. Une très grande responsabilité. Et quand ils aiment, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. C'est à plus petite échelle. ومن انت جبت على ممكن نشجع البلديات ولا تكون ثم ديسبوزيسيون قانونية اللي تمكنهم من الشيء هذا. خلينا نقول ونكون واضحين. ما ثم حاجة في القانون يمنحهم باش يقوموا بشيء هذا فكل واحد ينجم ياخذ ما مش في العقلية ما يصيرش هاي فرصة كيف من نكاية جوستومون تنجم تكون فرصة باش نسألو بلوس الموضوع هذا جو بونس اللي ما يخليناش انديفيرون يعني فكرة الديمقراطية المحلية اللي تتعدى اصلا فكرة اللامركزية هي معناها في العشر سنين بعد 2011 أكثر من مرة وكيف ما قلت ريم هي فرصة باش جوستومون الواحد يخرج الجرينتا اللي فيه حبيب والله أخذ رابيدمون خاطر ما عارف اللي ما عادش تم وقت دونك أول حاجة راهو تم برشا أسئلة سيغتو جوست رابيدمون تفكر أنه أبسوربي لو شوماج أون سوا سي كيلكو شوز دو فاسيل دو سامبل جوست بروند لا ديسيزيون راهو غالطين كومبليتمون ما ثماش النظام كابيتاليست رأسمالي من غير شوماج سا نيكزيستو با دونك وي الريبونس الثانية محتاجة برشا كلام باش توضح أما على الأقل هكا رؤوس أقلام النقطة الثانية وي السيكتور تاع الفلاحة ينجم يستوعب الشوماج الكل بشرط أن نغير نظام الفلاحة ونغير نظام الغذائي الكل أنه الفلاح كي يخدم الصباح يعرف شو تعشى في الليل ويعرف اللي عنده مصروفه ويعرف ينجم دو تون زون تون يعطي كادو لولده ولبنته يشري كتاب يشري تلفزة يشري كلب فالوريزي لي شوز وقت اللي يمر نجم يمشي داوي وقت اللي مرته حبلة باش تولد تولد في دي كونديسيون دينية اي سيور اي جانسيس بوكو سور لو مود دينية خاطر لا سيكوريتي على ليميت اون بو لا تروفي لي تكنيسيان سون ريلاتيفمون بيان فورمي سور لو بلان تكنيك مي لا دينيتي سي اون كاتاستروف ابسولي دونك وقت اللي نغيروا النظام الكل وقتها الفلاحة تنجم تستوعب ما غير من غيره النظام راهو باش يبقى عندنا الشوماج باش يبقى بنفس الدرجة بلديات ولا ولايات ولا فلاحة ولا اربع سي اكزاكتومون لا ميم شوز صدقوني سي دو لا بلاغ بوان هذه شكرا على النظرة والموقف هذايا حبيب اللي يثرينا برشا
انه اون فان كونت ديبا وحوار باتم معنى الكلمه واللي تحب تشاركنا فيه. يسرى حمزه شعيبي اللي سالتنا سؤال اخر اللي هو باللغه الفرنسيه مره اخرى: notre agriculture doit être pensée en fonction de notre alimentation, d'où la nécessité de repenser notre régime alimentaire actuel. C'est le rôle des pouvoirs publics, mais aussi de la société civile, d'orienter nos politiques agricoles, surtout pas attendre l'État pour le faire. On a bien vu le résultat. Dans les autres pays, c'est la société civile qui peut orienter les textes et les lois en faisant pression auprès des législateurs. Najm, j'ai oublié la choix. Non. يعطيكم الصحة. عندي 30 ثانية بكل سرعة باش نقول انه كيف ما لفيت انه نجم نأثروا على المشرعين ينجم يكون حاجة إيجابية وتدى حاجة سلبية، على خاطر في آخر المطاف باش يكون ثم ممكن موازين قوة اللي فيهم جمعية تونسية للزراعة المستدامة واللوزاي ممكن ما همش قوين برشا في موازين القوة مقارنة بالبروغرام اليمنتير مونديال ولا بالبنك مونديال ولا بالاف ام اي ولا بالاتحاد الاوروبي. فاذا كان ثم شكون باش ياثر ما بين احنا الاربعه الملمومين، انا جمعيات نمثل بطريقه ما جمعيات والاتحاد الاوروبي اللي باش يدخل بعشرات الملايين من اليوروات، الاكثريه المساله واضحه والدوله راهي ماهيش الاداره فقط، ماهيش الحكومه، ماهيش البرلمان، ماهيش الرئاسة، الدولة هي احنا متفقين انه الدولة تكون موجودة، مش الدولة تسمح لنا باش نكونوا موجودين. فلهنا ان شاء الله ما تعديتش 30 ثانية حبيب. اذا كان ثم شكون يحب يضيف حاجة مرحبا. كمل. لا ولا ما يصيرش، انت قلت لي 30 ثانية ما تعرف كصحو في غاديو اون بلوس تبرانشي 30 ثانية با بلوس. ميسيرش تكون فرصة باش نتيحوا الكلمة لرشيد عبيدي. Est-ce que les initiatives locales d'agriculture respectueuse de l'environnement sont-elles en train d'influencer, au moins à petite échelle, les stratégies du ministère de l'Agriculture? Sinon, qu'est-il possible de faire en plus pour peser davantage? ريم انت جاوبت بعض الشيء. Il est comme une prise de conscience. À la Khatr, on devait organiser le 10 mars, normalement, qu'on a le Chenjibou, l'IRESA, l'Institut de recherche des études en agronomie, les Kravini Bedbouta, les programmes de formation des écoles d'agriculture, qu'on a le Chenjibou, on a la Tolji, qui a fait une rachortèche, pour que les Talou Tayarat, François Léger. François Léger, c'est un enseignant-chercheur qui est agro-paritech, qui est l'INRA, qui est chercheur à l'INRA. Où il y a des petites fermes. Où il y a des petites fermes. Un des objectifs du changement de formation des écoles d'agriculture, c'est de minimiser les intrants. Le président de l'IRESA a dit on utilise le moins d'intrants, y compris l'eau, car il y a des marches de la. Donc, معناتها قاعدين يخموا على الحلول وحاجه الباهيه زاده اللي يكلموا الجمعيات اللي احنا عندنا دور كبير برشا على سنسيبيليزاسيون دو كونسوماتور لا سنسيبيليزاسيون دو ليغريكولتور لا سنسيبيليزاسيون دو بوليتيك معناتها هذا لا ريسبونسابيليتي بور موا دو ديز اسوسياسيون دو فير سو ترافاي دو بلايدويي اي دو سنسيبيليزاسيون دي كونسوماتور باش يفهموا شنو هو البيو شنو هو الناتوريل شنو هو الشوا l'engagement peut-être plus cher voilà facile ou c'est un grand débat l'engagement du consommateur et là quand même l'ium l'idée tout ça en tout cas que ce soit le ministère de l'enseignement supérieur voilà il a dit ni ramo à la houloul très intéressant justement pour aller vers une autre forme d'agriculture. يعني انت قاعد تطمن توا بطريقه ما في يسرى حمزه شعيب اللي سالت السؤال بتاع التفاعل ومتاع التاثير على السياسات العموميه. اي فوالا. بيان سور.
بتبعي إذا كان ثم أسئلة، إحنا قريب وصلنا لنهاية الحوار، إذا كان ثم أي سؤال تطرحوه هنا. الحقيقة عندي سؤال عرفت، سؤال هذية يخص البلدان تاع الاتحاد السوفيتي السابق اللي تعديت منهم. حسب بعض القراءات شفت أنه كان قبل كل عائلة ولا كل فويه عندهم جنينتهم ينجوا هما الغذاء اللي هما يستهلكوه، فكان في وقت الاتحاد السوفيتي تقريبا 90% يتم إنتاجه بصفة كازيمون ذاتية. اليوم في روسيا هل لي بوتاجي ا دوميسيل هذوما 40% تقريبا. فهل قابلت في الجولة متاعك أي مثال من الأمثلة هذه إذا كان الأرقام متاعي عندها علاقة بالواقع بتبعها، وإذا كان غلط صالحوني؟ بخلاف الاتحاد السوفيتي ولا يعني ثم برشا بلدان اللي عندهم طابع تقليدي، يعني سون سي هكا الاليمونتاسيون تاعهم حتى الكونسومون تاعهم كعباد يحاولوا يزرعوا، يحاولوا يعملوا سيرتون اوتونومي في ديارهم. في الافريق ثم برشا بلدان في ليزيكس ليكس افريك ثم يا مار تيكو تلقى روحك قريب من المدن وكثروا دونك ما عادش دون المجتمع. تونس موجوده تونس عندنا حتى في مدنها حتى في الحيه تمشي الحيه مازال العباد اللي عندهم شجره نتاع كرموس اللي عندهم شجره نتاع عوينه شجره نتاع عوينه ولا نتاع فوق تجيب تتوكل 100 واحد. دونك السرابور اللي تعطي جارك يعطيك هذوما موجودين. يعني سا روفيان او كومبورتمون انديفيديوال اي سوسيتال بلايس قبل ما يكون يعني امبوزي بار ان ريجيم بوليتيك. زاد تلقاهم في البلدان اللي عاشوا بليزيور كريز كبار اللي خلاهم بار فورس دي شوز يصنعوا سيرتين اوتونومي موجوده في البلايس القراب بها. اي يعني موجودين في العالم، موجودين في تونس، لكن زاد موجودين حاجات اخرين اللي يظهروا اكثر. دونك سالو بروبليم. دونك العباد ما تعرفش، العباد تمشي وتفقد بالسياسه هل الثقافه هذه ولا الكلتور نتاع سامبلومون في بلاصه قريبه. سي تامور دو لا تير، يعني تزرع حاجه تتهدي حاجه تاخذ شويه من الشجر تاع الشجر. دونك سي توت اون كلتور. والمغامره مع العصافر والمغامره مع الدود والمغامره مع بيان سور بيان سور كل شيء اللي تخيل روحك تزرع انت لقيت علاقه اخرى ولا علاقه تتبون. يعني انك تفرز البذور نتاعك تنحيهم من الفلفل ومن الطماطم ومن القرعه والى اخره. موضوع اخر هذا شباس فالور دوتر فالور دور دور دو غراتيتيود دوتر دو ريسبكت حاجات اخرين اللي سي ان في ماتيماتيك اللي يوصلوا للسيرينيتي، يوصلوا للكيليبر ايكونوميك سوسيتال اكسترا اكسترا. يعني سي توت افي لوجيك انه كي تخمم مع الارض ولا مع الناتور ولا مع الانفيرومون تاعك تخمم في غراتيتيود، تخمم في ريسبي باش تلقى في حياتك في خدمتك في طريقة عيشك في البونور اللي باش تاخذه من الانتوراج نتاعك حاجات اللي يخليك تكون هيلثي اكثر من السيستم اللي ما فيش لي فالور هذوما. دونك بور ريبوندر على كيستيون سي اون في باش كل ولكن ماهوش باهي. يعيشك عرفت. انا باش نعطيكم كل واحد 30 ثانية كيف ما الحبيب هو اللي حط المدة الزمنية. كلمة الختام باش نبدأ فيك انت حبيب في 30 ثانية. نعرف هذه حاجة صعيبة برشا عليك، ما ميسالش باش تحترم التحدي وتبغل. شكون كلمتين سهلين برشا ما ياخذوش أكثر من 30 ثانية. لولا أنه حب الأرض، علاقة العلاقة الحميمية اللي موجودة ما بين الفلاح والأرض عند الفلاحين التوانسة الكل. نتكلم على الفلاح، ما نتكلمش على المستثمر. الفلاح الصغير اللي يزرع بيده واللي يمشي يخدم المرأة ولا الراجل كيف المرأة الفلاحة كي تحكي لك على لي سومونس لوكال ريما الكونيل السوجي بوكو ميو كو موا. كي تحكي على الزراعة نتاعها كانت تحكي على ولادها على ذريتها
مش حكايه لعب، ستشوف الدموع في عيونهم الناس. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه في الكونتكست اللي احنا موجودين تو فيه، وحكايه السوبرانتيليمونتير والكوفيد وهذا سيت انغواس تيريبل، ثم اليا كمان موديل نمشوا نعملوا عليه طلع، مش شرط نستوردوه، نمشوا نشوفوا كيفاش كوبا لون تيرم، سي با ان جيستيون ايميديات لا كريز. عندها 50 عام كلا ادوبتي ان اغريكولتور بازي سور لاغرو ايكولوجي اي لا سوفرانتي اليمونتير. ما كانش اسمها سوفرانتي اليمونتير، كان اسمها حاجه اخرى. مي سيتي لو سيستيم كوبا باسكو ايزون pu atteindre ce niveau d'agroécologie, donc c'est probablement l'agriculture qui détruit moins la vie dans le monde entier. Et le système médical, ce parallélisme construit ensemble, c'est ce qui lui permet aujourd'hui non seulement d'être totalement protégé contre le virus, il y a quelques cas, mais ce n'est vraiment pas énorme, mais et d'exporter leur savoir-faire et leur docteur, les Cuban doctors, au monde entier pour soigner les malades. Pardon. Donc, il y a une question. Donc, t'as Cuba, pour te faire le cas. Arafet, Rim, t'as une question pour le chitem. Rim, à vous, Lana. انا وبقي بقي نقعد في البسيميسم الاوبتيميسم الديزيسبيري، اما ديما نقطه الاوبتيميسم حاجه اللي فرحانه فيها زاده توا اللي راهو توا هذا. انا نقول في الجمعيه يقولوا لي انتم توا وقفتوا لي زاتولي نتاعكم، المشروع معناتها المشروع نتاع توا وقف، كيفاش فرحت على خاطر عندنا عملنا احنا اللي ويبينار هذا الجمعه الكل باش نكملوا الجمعه الجايه، راهو العباد اللي تفرجوا لي ميساجات اللي جيونا شيء يفرح، خاطر نشوفوا les Twins sont en train de s'intéresser à des solutions. On a décidé de parler de solutions. Mais je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que il y a énormément de personnes qui ont dit que vous avez 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 نزرع حاجة باش ناكل، راهو فهمنا حاجة في الكوفيد هذا. الموضوع هذا لازم يكلمك زاد ريمرا. حاجة اللي تخدم اليوم. وكلمتك ديجا. الفلاح عنده قيمة، معناتها القيمة نتاع الفلاح توا حتى تخسر في لاغوميت اون كيستيون. حاجتنا بالفلاح اليوم باش ناكلوا. فما الأمن اللي يخدم والصحة. هاو الثلاثة هذوما خدمة. في الكوفيد هذا في العالم الفلاحة والصحة والديستريبيوتور. بالطبيعة لي ديستريبيوتور اللي يجيبونا الماكلة لديارنا ولا في حكومتنا. إما معناتها باش تفهم أنت الفلاح اللي كنا نغزروا له هكا بشطرعين ولا سيغتان بيغسون كيفاش توا الفلاح سالي عنده قيمة، معناتها فهمناه اللي بلاش بيه رانا ما عملنا ناكلو، إيش باش تاكل الحجر إيش باش تاكل؟ دوك يلزمك اليوم والعباد فهموا دوكو العباد هكا ولاو الناس ولاو يعملوا هاو شوية هاد زريعة باش نعمل جنينتي صغيرة على الأقل نرقى ما ناكل شوية شوية. Cette ouverture de conscience-là, c'est très intéressant. En tant qu'association, je passe pour ma paroisse, pour créer un master en agroécologie ou en permaculture, pour avoir des ingénieurs agronomes, pour faire des ingénieurs agronomes, pour faire des ingénieurs agronomes, pour faire des importations, pour faire des ingénieurs agronomes, pour faire des ingénieurs agronomes, pour faire des ingénieurs agronomes. قعدت اكثر في التفائل من فقدان الامل لها، اوكي تمام. في اخر المطاف التفائل غلب. عرفت انا بالي قبليك جي ان بو هكا ريزومي داكور دو كمو دو كلوتور مي نخوم 30 سكوند خذهم يا خويا خذهم حق. باش نشكر كنت محمد، نشكر سي حبيب يعيشك، تعلمت منكم في الساعه ونص تعلمنا منكم وجسبر تعلمنا منك وتعرفنا منك في طريقة أو بأخرى يعني في المستقبل. دونك كريم أنا جاي لوكازيون باش نقابلك في كلكو زيفينمون، مي سي الحبيب ما قابلتكش باش نعرف دونك سي ان بليزير.
ويعطيك ساحة محمد، يعطيكم ساحة كل دونك ستنبل لوكاجين. وشكرا للجوت انستيتيوت اللي منظم، اللي هو شريكنا في تنظيم شيء هذا، ونحيي خصيصا أنيسة رودي اللي هي تلهيت بالباك اوفيس الكل اللي قاعدة تفرج علينا، اللي هي من جوت انستيتيوت في نطاق دونك فيستيفال صحة شريبتك. شكرا لكم مرة أخرى اللي تابعتونا، وإذا كان ضيعتوا بداية الحوار راهو متاح باش تلقاوه على الصفحات نتاعنا بر الأمان، وإلا حطيت الروابط للوزايل لا تي بي والإكسبلوراليس في آخر أون كومونتير. فيعطيكم الصحة، إن شاء الله رمضانكم مبروك وسيسوا رواحكم، وإن شاء الله اللي جاي خير، جدتكم زينة، تحية الفلاحة تحية الفلاحة وي